نحن الآن على محور صلاح الدين أو ما يعرف إسرائيليا بحاجز فيلادلفيا. هذا الحاجز يبلغ طوله 14 كيلومترا، يمتد من الحدود البحرية غربا باتجاه معبر كرم أبو سالم شرقا، وهو خاضع لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية تدعى كامب ديفيد عام 1979، والتي نصت على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين الأراضي الفلسطينية وكذلك الأراضي المصرية. تحول هذا المكان كما تشاهدون إلى مكان يأوي إليه النازحون بعدما تقطعت بهم سبل الحياة في مدينة رفح بفعل الاكتظاظ الكبير بالسكان، فأنشأوا هذه الخيام بحثا عن الأمان. قالوا المنطقة هذه آمنة، وهذه آخر مطاف إلنا جنب الحدود، ما فيش إلنا ولا قادرين نروح هيك ولا هيك ولا هيك، فيش إلا الحدود مسكرة قدامنا. وظلت إسرائيل تسيطر على هذا الحاجز حتى انسحابها من قطاع غزة عام 2005، وسلمت السلطة الفلسطينية الإشراف على أمن هذه المنطقة بالإضافة إلى إشرافها على المعابر. اليوم ومع دخول الحرب شهرها الرابع، تعيد إسرائيل التهديد بالسيطرة على حاجز فيلادلفيا أو ما يعرف بمحور صلاح الدين، ولكن ثمة اعتراضات كبيرة من مصر، فضلا عن أن دخول إسرائيل إلى هذا المكان يعني تهجير آلاف النازحين الذين أووا إلى هذه المنطقة بحثا عن الأمان. عملية احتلال المحور ستكثف من عمليات المقاومة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلية في هذا المحور، وهذا طبعا سيترتب عليه انعكاسات على الأمن المصري. لذلك نجد بأن مصر ما زالت تعارض دخول قوات الاحتلال إلى هذا المحور، وتضع أي ترتيبات مستقبلية في هذا المحور مرتبطة بعملية سياسية واضحة المعالم. خلال العدوان عززت مصر من حضورها الأمني على محور صلاح الدين، ولا سيما بعد الضربات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على طول هذا المحور بزعم وجود أنفاق للمقاومة الفلسطينية. ولكن يرى متابعون بأن إمكانية عودة إسرائيل لاحتلال هذا الحاجز هو أمر صعب للغاية إذا لم يكن مستحيلا، ولا سيما أن الإرادة المصرية ما تزال ترفض حتى اللحظة المخطط الإسرائيلي. من الحدود المصرية الفلسطينية، أحمد غانم، الميادين.